هذا الفيديو دكتور؟ هذا هو زي ما احنا شايفين الكائن يموت، لكن بحكم انه عنده موجود له هيكل عظمي تأتي الطبقات تترسب عليه يحفظ الأجزاء العضوية اللي هي الأنسجة والعضلات وهذه كلها تذهب لأنها عضوية لا تحفظ إلا نادرا. بعد فترة لما يحصل عملية تجوية تعرية تنكشف البقايا هذه ويبدأ علماء الحافير بدراسة وتجميع هذه وتركيب الهيكل العظمي إذا كان مثلا في حالتنا في مثل هذا المثال ديناصورات أو شيء.